الفضاء في الرياضيات للسنة الثالثة ابتدائي. إذا اليوم عندنا الدرس السادس عشر، وهو آخر درس في الوحدة الرابعة. إذا الأعداد الكسرية، تقديم وقراءة وكتاب. إذا هذا موجود في الصفحة 76 من كتاب الفضاء. إذا ننتقل مباشرة، إذا نلون الدرس أولا. الدروس التي يتم تلوينها قد تم إنجازها وهي متواجدة في القناة. إذا القناة التعليمية إذا عبارة عن، فالذين يبحثون عن الدروس يمكنهم الولوج إلى ما يسمى بالبلاي ليست. إذا حنا مقسمين الدروس وموزعينها ومنظمينها ومرتبينها في كل كتاب في بلاي ليست. إذا يجب البحث عن بلاي ليست، وستجدون الدروس المنجزة في كل كتاب من الكتب التي ننجزها في القناة التعليمية. إذا ننتقل إلى الصفحة بطبيعة الحال 76 من الكتاب المدرسي الفضاء. إذا الدرس السادس عشر، الأعداد الكسرية، تقديم وقراءة وكتاب. ريفراكسيون بريزونطاسيون ليكتور اي اكريتور. إذا هدف هذه الحصة يتعرف المتعلم الكسور. الكسور 1/2، 1/3، إلى 1/12 كأجزاء من الوحدة، وأقرأها وأكتبها بالحروف، ثم يقرأها المتعلم ويكتبها يعني بالأرقام وبالحروف، ثم يتعرف على كسور بسيطة تمثل عدة أجزاء متساوية من الوحدة باعتماد النمذجة. إذا نبدأ بأكتشف وأتمرن. أولا، الكسر عدد يمثل جزءا من أجزاء متساوية من الوحدة أو الكل. إذا الوحدة هي الكل. إذا هنا شنو كيمثل الكسر؟ هو واحد الجزء من أجزاء متساوية، وهذه الأجزاء المتساوية كلها تمثل الوحدة أو الكل. إذا قسمت سارة البيتزا إلى 4 أجزاء متساوية. إذا البيتزا كتعتبر وحدة، والأجزاء ديالها كتعتبر يعني كل وحدة يقدر كل ربع كيمثل جزء. تناولت كل طفلة جزءا، أي الربع، ونكتب 1/4. إذا هذا يمثل 1/4، 1/4، 1/4، 1/4. إذا أستعمل الأجزاء الملونة من كل قرص وأكتب الكسر المناسب. إذا هنا عدد الأجزاء الملونة. إذا هنا عدد الأجزاء الملونة 1. إذا هو اللي كنحطوه في البسط، هذا يسمى البسط وهذا يسمى المقام. وعدد الأجزاء الكلي 1، 2، 3، 4 هو اللي في المقام. إذا هذا العدد الكسري يمثل 1/4، هو ما أكلته كل طفلة من أجزاء البيتزا. إذا هذا غنطبقوه دابا في هذا القرص الذي قسمناه إلى كم من قسم؟ 6 أقسام. هنا قسمناه لأربعة أقسام، هنا إلى 6 أقسام. إذا عدد الأجزاء الملونة كم؟ 1. إذا 1، وعدد الأجزاء الكلية هي 1، 2، 3، 6. إذا 6 أجزاء. إذا هذا الجزء الملون يمثل 1/6 من الكل، من الوحدة. إذا هذه كتعتبر الوحدة. إذا هنا غادي نديرو في هذا التمرين الموالي، غادي نديرو العملية العكسية. إذا 1/10، بغينا نلونو 1/10، أولا نبداو من هذه الجهة ب1/5. إذا عندي 1، 2، 3، 4، 5، غنلون منهم وحدة. إذا هذا هو المعنى. إذا هذا الكسر يمثل 1/5. هذا العدد الكسري سيمثل لنا 1/8. نتأكد واش عندنا الكل، عندنا 8، 1، 2، 3، 4 والربعة 8. شحال غنلونو منها؟ وحدة. إذا هذا الجزء الملون بالأخضر يمثل 1/8 من الوحدة الكل. 1/10. إذا نتأكد واش عندنا 10 ديال الأجزاء. نعم 10. نلون واحدة، 1/10. إذا هذا الجزء الملون يمثل 1/10. إذا ننتقل إلى القرص الموالي. إذا عندنا 2/3. قبيلة كنا كناخدو غير واحد، دابا لا، دابا غناخدو جوج، حيت عندنا 1، 2، 3، غناخدو جوج
ونخليه وحدة. إذن هذا الجزء الملون بالبرتقالي يمثل واثنان على ثلاثة من الكل، وبالتالي العدد الكسري. إذن هذا الجزء الملون هو واحد على ثلاثة، ماشي هذا، هذا كله، كل ما هو ملون بطبيعة الحال. ثلاثة على أربعة، إذن عندي أربعة كوحدة كل فيها أربعة، غادي ناخذ ثلاثة ونخليه واحد. نعم، إذن هذا الجزء الملون يمثل ثلاثة على أربعة، 12. إذن متأكد واش هذا المستطيل مقسم إلى 12؟ نعم، ثلاثة ستة تسعة 12، نلون واحدا من 12، واحدا فقط. إذن هذا المربع الصغير يمثل واحد على 12 من الوحدة الكل. إذن ونكون قد انتهينا من هذا الصفحة، ننتقل إلى الصفحة 77 من هذا الدرس المتعلق بالأعداد الكسرية. إذن الحصة الثالثة، اكتب العدد الكسر الذي يمثل أقراصا حمراء من بين كل الأقراص. إذن هنا كيفاش حنا غنصيغوا العدد الكسري؟ نقراو هنا شنو كيقولوا. أربعة أقراص حمراء من عشرة أقراص، الأقراص الحمراء تمثل أربعة على أربعة أعشار. يعني حنا باش نصيغوا العدد الكسري شنو كنحسبوا الكل؟ واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة، خمسة والخمسة عشرة. إذا عندنا عشرة في المقام. شحال عندنا في البسط الملون؟ أربعة. هنا شحال عندنا ككل؟ ثلاثة ملون، والملون واحد. إذا واحد على ثلاثة، هنا الجميع عندنا خمسة. خمسة شحال لي ملون؟ واحد. إذا واحد على خمسة. إذا ننتقل إلى التمرين ثلاثة، القطعة من صفر إلى واحد تمثل وحدة، قسمنا هذه القطعة إلى ثمانية قطع متساوية، كل قطعة منها تمثل ثمن الوحدة، أعد بالثمن وأكتب الكسور من واحد إلى سبعة على ثمانية. إذا هذه القطعة مقسمة هي الوحدة، حيث ثمانية على ثمانية تمثل وحدة، قسمناها لثمانية ديال الأجزاء. إذن هذه صفر على ثمانية شحال غيكون هنا؟ واحد على ثمانية. هذا الجزء هذا كله يمثل اثنان على ثمانية، هذا الجزء ثلاثة على ثمانية، هنا أربعة أثمان، أو نقول أربعة أثمان، خمسة أثمان، أو ستة على ثمانية، سبعة أثمان، أو سبعة على ثمانية. إذن هذا هو التقسيم. ننتقل إلى التمرين أربعة، أصل كل جزء ملون باسمه وبرمزه. إذا عندنا الخمس، الثمن، السدس، الربع، النصف، الثلث. إذا بطبيعة الحال حنا باش حنا من الكلمات. إذا نشوفوا التمرين ككل، التمرين ككل، إذا التمرين كله، إذا عندنا هنا هذه بالحروف وهذه بالأرقام وهذا التمثيل. هذا التمثيل، هذا يسمى تمثيل، وهذه الأعداد الكسرية بالحروف، وهذه الأعداد الكسرية بالأرقام. إذن غنبداو بالخمس. فاش كنتكلموا على الخمس يعني خصنا رقم خمسة يكون، يعني خصنا نقلبوا اللي فيها خمسة الأجزاء. إذن هذه، إذن هنا نربطوا بين الخمس وبين واحد على خمسة. واحد على خمسة صافي. الثمن، إذن واحد على ثمانية. إذن نحسبوا شكون هي اللي فيها ثمانية. نعم، إذن هذا، إذن هذا هو التمثيل الذي يمثل واحد على ثمانية، وهذا يمثل العدد الكسري. السدس، إذن واحد على ستة، إذن هذا هو السدس. ثم نربط واحد على ستة بالسدس. الربع، واحد على أربعة. ثم نربط العدد الكسري واحد على أربعة. النصف، النصف، إذن واحد على اثنان. ثم الثلث، واحد على ثلاثة. إذن من خلال الكلمات كتبان واحد على ثلاثة أصلها ثلاثة. إذن ننتقل إلى الصفحة 78، استطمر، استطمر. إذن التمرين واحد يقول، أحيط بخط الشكل الذي يمثل جزءه الملون النصف، أي واحد على جوج. إذن شكون اللي كيمثل هنا النصف؟
هذا وهذا. دونك هنا لا، علاش؟ لان هذا ما يمكنش يمثل النصف، حيت هذا ماشي قد هذا. خصنا باش يكون عندنا النصف خصنا فعلا هذا يكون قد هذا. اذا هذه الحاله ما كايناش هنايا، وبالتالي هنا ممكن هذا قد هذا وهذا قد هذا، هذا لا، خصنا نصف دائره. اذا شكون هما اللي نحيط بهم؟ هذا، هذا هو النصف وهذا يمثل النصف. أحيط التمرين الثاني، أحيط بخط الكسر الذي يمثل الأجزاء الملونة من كل شكل. إذا شحال ملونين هنا؟ ثلاثة. ملونين ثلاثة. وشحال الكل؟ أربعة. إذا ثلاثة على أربعة هو الجواب الصحيح. هنا غادي نحسبوا الكل، ثلاثة ستة تسعود عشرة. إذا الكل عندنا عشرة هو المقام، وثلاثة هو البسط. إذا ثلاثة على عشرة. إذا هنايا عندنا الكل عندنا ستة وجوج هما اللي منو. إذا جوج على ستة. هنا الكل عندنا خمسة واللي ملونين عندنا أربعة. إذا أربعة على خمسة. إذا التمرين هذا العكس ديال التمرين السابق. أكتب القصر المناسب لكل جزء ملون. إذا هنايا شحال اللي ملون؟ واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة. وشحال الكل؟ خمسة. إذا خمسة على خمسة. نعم. إذا هنايا اللي ملونين ثلاثة والكل عندنا خمسة. إذا ثلاثة على خمسة. ثلاثة على خمسة. إذا إلا بغيناها بهذا المستقيم المدرج، واحد اثنان ثلاثة على خمسة. هنايا اللي ملون واحد والكل عندنا خمسة. إذا واحد على خمسة. إذا ننتقل إلى التمرين أربعة. في مطعم للبيتزا يقوم الطباخ بقسمة البيتزا حسب عدد أفراد الأسرة. قدم طبقا من البيتزا لأسرة كريم وآخر لأسرة خديجة. قدم طبقا من البيتزا لأسرة كريم وآخر لأسرة خديجة. إذا هذا التمرين نحاول نفهموا هذا التمرين. هذا التمرين شنو كيقول؟ كيقول لك أسرة كريم وأسرة خديجة دخلوا لواحد المطعم. أسرة الطباخ كيقسم على حسب عدد افراد الاسره. هذه قسمها على أربعة، علاش؟ لان اسره كريم فيها أربعة الافراد. هذه قسمها على ستة، علاش؟ لان اسره خديجه فيها ستة ديال الافراد. اذا هنايا عدد افراد الاسره هما غادي نعرفوهم من تقسيم الطباخ. اذا أربعة الافراد. هنا اسره خديجه فيها ستة الافراد. اذا شحال النصيب ديال كل فرد؟ واحد على أربعة. اذا النصيب ديال كل فرد غادي يجي هو هذا. هذه البيتزا ديالهم كاملين، ولكن شكون غادي كل واحد شحال ياخذ؟ فهمتي؟ اذا كل واحد غادي ياخذ الربع. هنا يلا، هنا كل واحد غادي ياخذ السدس لانهما بستة. صافي. كان هذا هو المفهوم ديال التمرين. اذا ننتقل الى الصفحه المواليه وهي الصفحه الاخيره. اتمرن من جديد، لان التمرن من جديد كيزيد يثبت المفاهيم. الون بالاصفر كل شكل يمثل الكل. ألون بالأخضر نصف كل شكل مقسم إلى جزئين متساويين. ألون بالأزرق ربع كل شكل مقسم إلى أربعة أجزاء. إذا أول حاجة غنقلبوا شكون هما الكل هنا. شكون اللي كل؟ هذا كل، هذا كل، هذا كل فقط. شكون هما اللي مقسمين إلى جزئين؟ إذا جزئين كاين عندنا هذا، كاين عندنا هذا. شكون اللي مقسم إلى أربعة أجزاء؟ إذا كاين هذا وهذا وهذا. إذا هنايا غادي نبداو بالكل، غادي نلونو بالأصفر كلشي. إذا غنلونو الوحدة كلها بالأصفر. ثم الدائرة. إذن هذا بالنسبة للكل. بالنسبة لون بالأخضر نصف كل شكل مقسم. غنلونو غير النصف. كل شكل مقسم إلى قسمين غنلونو النصف نتاعو، ما غنلونوش كله. إذن هذا هو. إذن غنلونو واحد على جوج منه. إذن هنايا وهذا كذلك غادي نلونو منه النصف. نصف دائرة وغادي يبقى النصف.
إذن بالنسبة لمقسمين إلى أربعة أجزاء باللون الأزرق سنلون ربع ربع كل شكل، اللون غير ربع. ثم هذا هو الربع، ثم الربع ديال المربع. نعم. إذن ننتقل إلى التمرين رقم جوج. أكتب الكسر الذي يمثل الجزء الملون في كل شكل. إذن هنا باش نعرفوا الكسر غادي نشوفوا شحال عندنا من هذا الجزء الملون. عندنا واحد جوج ثلاثة أربعة، تاهما راه نقسموهم لنا ومبينين. إذن عندنا أربعة ديال الأجزاء ككل، وعندنا واحد منهم ملون. هنا عندنا ثلاثة ديال الأجزاء، إذن ثلاثة وجوج ملونين. إذن الكسر يمثل جوج على ثلاثة. هنا عندنا واحد جوج ثلاثة أربعة، إذن أربعة، وعندنا ثلاثة اللي ملونين، إذن ثلاثة على أربعة. التمرين الثالث والأخير، ألون الأجزاء التي يمثلها كل كسر. ثلاثة على أربعة. إذن حنا غننتبهوا لهذ الخطوط هذه. إذن غادي نلونوا اعتبارا هذ الخطوط. نعم. إذن ثلاثة على أربعة. إذن هذه هي ثلاثة على أربعة من هذا المجسم اللي ثلاثي الأبعاد. نعم. إذن بالنسبة لجوج على أربعة غادي نلونو نصف نصف الجزء. هنايا غادي نلونو نصف تفاحة. ما كاينش شي تفاحة أزرق. إذن ونكون قد انتهينا من هذا الدرس المتعلق بالأعداد الكسرية، كتابة وقراءة وتمثيل، وهو الدرس الأخير من دروس الوحدة الرابعة.